السلام عليكم شباب، مرحبا بكم مرة واحدة أخرى. نرجع مع السي محمد النهيري بعد ربع ساعة باش نسلم عليكم وناخذ الأسئلة ديالكم، لكن في ظل الاحترام. مرة واحدة أخرى كنقول لكم راه كيتفرجوا فينا الوالدين، كيتفرجوا فينا العائلات، فنحترمهم. شوفوا واش السي النهيري ولا مازال. الشباب الى لاحظتي وراني انا من قبيله وانا حابس لي كومونتير لسبب بسيط، هو ان كاين شي واحد دار بروفيل ان فو بروفيل ديال السي سفيان العلودي ودخل وبغى يدير شي كومونتير اللي خلق الفتنه، والكونت ماشي ديال السي العلودي، دونك كنطلبوا منكم تسينياليو هذا الكونت ونحترموا بعضياتنا. الله يخليكم. ها هو تسينياليو، دونك الله يخليكم نحترمو و او ميم طون بلا معيار بلا سبان غادي نبقاو كنهضرو مع الوالدين ديالنا. سي محمد الناهري، خويا رضا، دونك رجعنا كنا كنهضرو على المنتخب، على المنتخب المحلي لعبتي راه معانا. شوف معانا واحد لاري هضر مزيان تبارك الله، راه هضر مزيان، غادي يكون بالخضر بالخضر معلم. فين كاين كاين معانا البنان؟ شوف اسير تما، مشتوش مشتوش سيونس، راك منور ما بالياش. كاين كاين هو يلا صيفط لي شي حاجه، بلاتي نشوف صيفط لي. يا سلام يا سلام، سيب الخضر، انت راك منور. بونسوار بونسوار ا تو لي زامي بارتو دون لو موند، ميم سيل كي سون ان فرانس. قول لي منين مشيتي ولعبتي في بركان؟ نقول لك اخويا رضا، الا ما قلتش لك اخويا رضا لمن غنقول انا؟ قول لي لمن الله يتنقل لك اخويا. الله يحفظك، انا علاقتي بعموته علاقه كبيره لان دوز معايا 4 سنين في قطر. شوف شوف سي حسين رجوله رجوله، وشوف اللعبه ديال الاخلاق فهمني، دابا القلب ولا حيد خدايا. دابا الشيء دابا الشيء ملي كنقول لك انا مدرب راجل، ما كنهضرش لك على راه في التدريب، راه مدرب كبير وكل الاخلاق ديالو. ونزيدك انا واحد الحاجه ربما ما كنتيش ما كنتيش عارفها، هاتي باش تجي تكون اول مدرب مغربي يدي العصبه. وانا غادي نزيدك حاجه اخرى، وانا غنزيدك حاجه اخرى، فاش كان في قطر كان المدرب ديال فريق السد القطري، حسين عموده كان المدرب ديال راؤول وديال تشافي. ديال تشافي يلا باش تدرب هادو. كنت كنمشي لونطرينمون، انا كنت كنمشي كنحضر لونطرينمون. وكيقول لك السي حسين عموته كيحكم في لونطرينمون وكيقول لتشافي ليكزيرسيس اللي يدير وحيد لنا، وتشافي يجي يتصنت ليه. ونهار مشيت انا باش غادي نهضر معاه، مع تشافي هو اللي جا وعرفني عليه وهضر معايا، ومني ريحت كنهضر انا وتشافي قلت له كيداير الامور، قال لي شوف، قال لي هذا اونترينور كرون اونترينور، قال لي هذا واعر واعر واعر. سي حسين استفدنا منه ولا الا دابا عامين ولا الا استفدنا منه. شوف انا الحاجه الوحيده اللي خلاتني نسيني في الوداد راه منهم هو، فهمتي؟ وي ابار النادي وداك الشيء والجمهور هذا نسيني في الوداد، ولكن عاوتاني ملي كتلقى مدرب كبير وداك الشيء كتزيد تزعم كتزيد تقول نسيني في الوداد فعلا. هادشي علاش ما ترددتش، فهمتي؟ ملي تحطت لي الكونترا قلت نسيني في الوداد، قلت بسم الله، جمهور كبير، فرقه غاده مزيانه، مدرب كبير، نزعم نسيني. وي فعلا الحمد لله درت النيه ديالي وراه الحمد لله ربي، فهمتي؟ ربي جاب النسيان. لعبتي مع المنتخب سبعه الماتشات ياك؟ هي سبعه الماتشات، واش حسيتي براسك انك كتبدل في المنتخب ماتش من بعد ماتش، بحال وليتي نقدر نقولوا انك يعني وليتي فارض وجودك؟ شوف شنو على دابا انت كتهضر لي على المنتخب الأ ولا المحلي؟ لا كان المحلي، دابا انت لعبتي سبعة الماتشات مع المنتخب، مع المنتخب المحلي، وتكون كونكيتي مع المنتخب الأ. هي عاود لي على لي زوز اكسبيريونس، دابا بالنسبة للمحلي واش وليتي كتحس براسك انك وليتي فارغ راسك كأساسي؟ بطبيعة الحال يعني ما كتبدا بشوية 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 راه كتوصل، فهمت؟ ما يمكنش تجي وتطلع ملي كتمشي، راه قلتها لك ملي كتبدا كادي جونيور هذا ملي كتوصل للمحلي عاوتاني كتاخذ ليكسبيريونس،
ملي كتوصل للأ كتوصل مزيان، عاوتاني كتستافد من اللعابة اللي كيلعبوا على برا. شنو استفدتي من اللعابه اللي كيلعبوا برا في المحل اللي بزاف كتهضر مع الدراري في نفس الامبيونس ديالك بزاف، ملي حنا كتقابل المشكل، بالار؟ شوف حنا المشكل ديالنا حنا اللعابة المغربيين، المشكل ديالنا، المشكل ديالنا شنو هو؟ هو ما كنزيدوش من عندنا. وي دابا اللعاب ديال الاوروب، بحال مثلا دابا كتلقى ديرار، فيصل فجار، بوصوفا، بن عطيه، فهمتي، بروفيسيوني كيخدم صباح وعشيه. هادشي علاش هو كيلعب في الاوروب وحنا كنلعبو في المغرب. واخا، ولكن انت ملي كتدخل مع هذا اللعاب ما ملي كتحسش براسك كندخل، انك ناقصك شي حاجه ولا داك اللي راه بحالي ملي بحالك؟ كندخل دابا مثلا، ملي كندخل مع ليكيب ا كنلقى الدراري ديال الاوروب وهذا، كنستافد كنخدم. علاش كندوز معاهم واحد السيمانه ديال كونسونطراسيون ولا 10 ايام، بحال لا خدمت شهر مع الفرقه ديالي في المغرب. مش دابا فهمتي شنو بغيت نقول؟ لحقاش كتستافد في لا مونتاليتي. ومونتاليتي وكل شيء فهمتي، كل شيء، كيفاش مع الشخص كيفاش كتريني، شنو هادي، ما كتجلس معاهم. حيت الناس، شوف الناس فايتينك، هذا خصو يعرفها كل شيء. باش يقول لك شي واحد غنجي وغنلعب في ليكيب ناسيونال، ما حد في الاوروب والدراري في الاوروب كيلعبوا في واحد النيفو اللي كبير، ما يمكنش. واش دابا بلاتي دابا واش عندك اشرف حكيمي كيلعب في دورتموند والنهيري كيلعب في الوداد؟ ما يمكنش. راه اشرف حكيمي راه هو اللي خاصو يجي يلعب، يعني هو اللي كتعطيه الاولويه عليا انا، فهمتي؟ ولا عندك ولكن انت ديرار ما كتقولش عند، راني نقدر نوصل للنيفو ديالو، نعم ما كتقولش لراسك راني نقدر نوصل للنيفو ديالو. انا كنت زاديت بهاد لاج، وكنت زاديت زعما في الاوروب، نفوت النيفو ديالو، كنت زاديت في الاوروب. اسمع مزيان، فهمتي؟ يعني حنا دابا راه المغرب وكتقاتل وهادي وكتوصل لواحد النيفو، وتصور معايا دابا روكي تزاد في الاوروب، غنلعب في مدريد انا والله، تلعب في مدريد والله وهادي. الا بغيت كانت تزاد في المغرب وتلعب في مدريد انا كاع، يلاه يا سيدي واه ونشجعك صعيبة من الفوق. صعيبة. شوف لو تزاديتي في المغرب بغيتي تلعب في تشوف مدريد، خاصك شوف خاصك دير طريق من الدوس، تمشي لفرنسا، من فرنسا ايوا تشري واش وعادي ومالها. وينيكال. عرفتي ملي كتمشي لسبليون، ها الكورة تشوف فيها معلم، المعلم وبلاتي راه ها السي نور الدين اللي بتزار، ها السيد مصطفى صلاح الدين باصير مصطفى قال، حجي. اه مصطفى حجي، بون مصطفى حجي واخا نقدروا نقولوا بدا فرنسا قبل، ولكن راه الدراري من البطوله راه ولاو كيحتفلوا حتى بالبطوله، حتى حاجه من بعيده عند الله. غير هاد الوقيته ما بقاوش بزاف، مازال شحال هادي كانوا حتى كيحتفلوا. حاجه من بعيده عند الله. حنا واحد الوقت سمعنا دابا روكي راه غادي غادي يمشي للاهلي كتصعد، المغربي. خاصك تعرف واحد الحاجه، غادي كتصعد. دابا راه كانت هذيك الوقيته ديال شحال هادي، راه كان باسبور ما كانش، فهمت؟ دابا راه خاصك باسبور احمر، وهادي كيعاون. دابا انا تصور معايا روكي عنده باسبور احمر، غنتحسب يا سلام منهم هما، فهمتي؟ ماشي جاي وبعد ديالك. فوق يا صاحبي، يا سلام. لو كان عندي باسبور احمر، ويلي ويلي، ما نعاودش لك اخويا، راه اذا حتى انا شوف دابا خلينا نقول لك واحد الحاجه، دابا الباسبور الاحمر اللي عنده باسبور احمر دابا بحال في هذا الوقت حنا كل شيء بحال بحال، كل شيء مريح في الدار، احمر ولا اخضر، ولاو كاين الناس كيطلبوا على الباسبور المغربي، خويا في المغرب راه الامور عاليه. نفسر لك حاجه اخرى. يعني قلت لك ملي كنت منتخب، يعني كتشوف دراري فايتينك. دابا وي مثلا ملي كتجلس مع الدرار خاصك تستافد منه، فيصل فجر، فهمتي، دراري كبار كتستافد وي منه، كتسولهم في الاوروب شنو هادي البروغرامات هادي، فهمتي، كتلقاهم هما غادي كيترينيو. للاشاره، ذاك النهار فاش كان دايز معانا نبيل ديرة قال بان كنا لاعبين ضد البايرن وخسر واحد الكره وجا ميلان وماركاه، ولكن ما قالش واحد القضيه اخرى لان الماتش اللي وراه لعبوا مع الريال ونبيل ماركا على الريال. ماركا، هذه هي الكورة. وشو دا شو دابا شو دابا شو دابا العقل ديال نبيل؟ شو كيفاش هضر؟ راه هنا فين كاين الفرق؟ دابا الفرق فين كاين؟ ماشي في الكاليتي، راه في الدماغ. لا شوف، نوتر لا نوتر دابا نقول لك واحد الحاجة، انا نفسر لك مزيان. يعني شو هو البروفيسيونيل كيفاش وصل لك ميساج؟ عرفتي هاتي يكون كان شي واحد اخر، اش يقول لك والله ما انا ديك الكوره، ماشي انا اللي خسرت. ايه لا انا واحد عرفت كاينين دابا، المسؤولية، اسمع، راه كاينين شي لعابه كيهضروا بحال هكا، ما كيقولش انا اللي درت وانا اللي خطات. هنا كتهضر على تحمل المسؤولية مرة واحدة أخرى. غلطت راه ماشي أخويا، ماشي ما راه هادشي غلطتش علاش، راني لا بلاتي، وراه هادشي علاش ديرار كيلعب في المنتخب، حيت هو كيتحمل المسؤوليه ولعب في موناكو ودا بطوله، اللي كيلعب دابا في تركيا فرقه كبيره، راه علاش؟ حيت هو كيهز المسؤوليه، كيخدم.
اسمع السيناريو ولكن عطيت تحيه انا داك من انا راه من المعجبين ديالو. علاش؟ حيت هو ابار كوره ديالو فين كيلعب داك الشيء، هو كشخص راجل فهمتي شنو بغيت نقول. انا عزيز عليا، انا عزيز، شوف انا عزيز عليا الرجال. يا سلام، شنو هو البيت اللي كيبقى بالنسبه لك انت ملي ماركيتيه لا ينسى؟ داك اللعبه ديالي اللي جيت غنقول لك فكرني في البيت ديالك، غتقول لي هذا البيت هو احسن بيت ماركيت. انا البيت اللي ان شاء الله كنحلم الماركي هو ملي غتحيد كورونا، هذاك هو البيت اللي غادي الماركي اللي مغيطيش. هذاك ان شاء الله، هذاك هو احسن ماتش عندنا غادي نربحوه ان شاء الله. ولكن ملي كنشوف دابا البيوت اللي هو اللي غادي الماركي ان شاء الله، ودابا هذاك البيت ها هو جاي، ولكن في الليت ماركا قبل. والله العظيم شي هاد البيت اللي قلت لك دابا كنهضر معاك دابا في هاد اللايف اللي غادي الماركي ان شاء الله، فاش غنماركي غتهز التليفون غتعيط ليا تقول لي عقلتي واحد النهار قلت لي غنماركي واحد البيت ما يمكنش. راه هادشي علاش دابا غنتسنى. ودابا شوف الا كان شي بيت ما يمكنش بارابور لهذوك البيوت اللي ما يمكنش. اسمعني، دابا خاصك تفهم، راه عندي شي بيوت اللي ما كتقدر تكون ساهي في التريبيل كتفرج شاد الزريعه ولا كاوكاو حتى كنشير عليها كتقول له انت كيفاش دار ليها، فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ راه هادشي اللي بغيتك انت باش نهار ان شاء الله تحيد هاد كورونا هادي وغنضربها وغتهز التليفون وغتقول لي عقلتي واحد النهار قلت لي نقول لك اش شتي هذاك هو احسن. ونشدو الطريق ديك الساعه لا وغادي نزيد لك انا والله الواحد الماتش غيكون معاهم في دونور ان شاء الله. ان شاء الله وغادي يكون بالرباح وغيسالي الماتش وغنهزو الطوموبيل وغنشدو الطريق. مرحبا. فين؟ الفين؟ باين عند بو عنبه، بو عنبه اللي كانت جديده معنا. جديده ديريكتومون. غنمشيو مزويقه انا وياك وديرها. مرحبا. هو كاع قال لك داك النهار جا الموسم. غادي نمشيو مزويقه ومن مزويقه غنمشيو للوالديه نضربوا لي زويطخ تما. ناري 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 داك لي زويطخ ديال الوالديه. عرفتي واحد النهار فكرتيني دابا بهذا الوالديه. عرفتي وحق الله واحد النهار ضربت واحد السله ديال لي زويطخ اخويا. عرفتي كي دايره معلم، مالها جايه من العيون. جايبه خالي. هذا ضربت عليك الوالديه واحد النهار معاك. والله اخويا راه اذا تعمت مع 12 ديال الليله باش نبرد مشيت عمت. لا راه مصيبه هذوك لي زويطخ. انا بعدا نشوف في الوالدي انا في لي زويطخ وكان معايا مهدي الراجل. كيسخن كتولي عندك الانيرجي. بيان سور. راه كتولي كتزيد في لافراب فهمتي، كتولي كتفرابي مزيان في التيران. بالصحه والراحه. وحق الله اخويا رضا. وتاسمت لي هذيك كنا في الوالديه وكنت انا وتلاقيت مع صمد ولد شايبه. صاحبي الرياضي كان عارف والله يعمر هذا غزال هو وكان معنا مهدي الرابي. انا كنت ديك الساعه مع الدراري صحابي في جديده وهبطنا للوالديه وتعايدنا تلاقينا مشينا خدينا في لوكا ضبطنا في البحر كنا في البحر ودزنا لهذاك الريستورون اللي كاين تما كتقطع عليه سميتو واحد الريستورون سميتو المهم نسيت سميتو. غادي هبطنا بان لينا في لي زويدر يلا نهبطو نضربو لي زويدر. مشينا ضربنا لي زويدر تما واقفين بغينا نرجعو طلعوا في فلوكا وغاديين في الصخر والصخر كيزولقوا. كيعطيك الخد انا دايس وانا كنسمع باخ باخ درت وانا الخد هذاك الخز اخويا راه اذا كيخرج معاه ديك 6 ديال الصباح 7 ديال الصباح. عرفتي علاش حفظت البروغرام ديالو؟ حيت ملي كنت كنتريني لي سبور كنت كنفيق الصباح كنمشي نجري في البحر. وليت حافظ الربيعه مع اش كتخرج، وليت حافظ هذاك الخز مع اش كيخرج، وليت حافظ مع اش كيدخلوا، وليت كل شيء. وعندك ذاك الوطن البحر ديال الجديده تصور انا واحد القضيه زعما بقات فيها الحال ذاك البحر ديال الجديده شحال اخر مره مشيت ليه وصلت وانا لقى الدراري هاسين طرقه ومسل واش يقول لك باراسون كنقول لهم انت زعما كيفاش غادي زعما لي انا يدي زعما كتافي ما يقدرش وقف عليا الاول وقف عليا الثاني وقف عليا الثالث صاحبت لهم لا حيلو عندك باراسول ديال الدشتي كل باراسول باع باق ضربت لهم وانا حس بريد زعزع قلت لهم الدراري اجي دك هنا لا ما بقاتش اصاحبي. شوف الوالديه في واحد المنظر واعر واعر واعر. قلت لك نكمل لك علاش وقع. قلت لك درت وانا نلقى معدي الراضي الله يذكره بخير صاحبي وكان له تحيه راه دوز معايا سنوات رائعة في الرياضية وأروع في القطار. جمع بنص زلق ويش في الدري صاحبي اللي كان حداه مشى تا هو مشى مشى تا هو عرفتي شنو خصك تلبس؟
اش ديك الساعه شنو خاصك تلبس؟ خاصك تلبس حلومه ماشي معلم. حلومه هذيك هي كتشد هذيك هي معلم اللي كتشد في الجرافه عرفتي باش احتيان. دابا انت رايد اخويا دابا انت كي اليمين مشيتي احتيان معلم. لا ولكن انا مشيت انت مستطيع ولا واخا واخا احتيان ما تخاف خوكي العفطه كتضرب بالكذب والله العظيم اخويا رايدك وكان معاك روكي والله يمين خليك طايح نشدك ماشي انا اللي طاح وماشي انا اللي طاح لا واخا تكون غطيح انت من خليك شي معلم لا تطيح انا ما نجمع نوقفه في البلاط قلت لك درت وانا نلقاهم طايحين الدراري وكيشوفوا بعضياتهم وكيشوفوا فين هذيك اللعبه ديال اش وقع هاتي هزيناها وركبنا في الفلوك راجعين ديك الحومه كي كانت اتما فريمون زعما صراحه صراحه والله حتى بلادنا واعره والله الا بلادنا زوينه والله الا بلادنا زوينه والله كضرب شي تما في ديك الوالديه وكيف لك الكلمه كلاسي الروماتيزم كيخرج اجواء 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 هذاك تما سيدي بوزي الوالديه الجديده حورات زوينين زوينين حورات يا سلام حورات يا سلام دابا انت دابا انت سيدي كنت شفت واحد التصويره لا حوايج شحال هادي روكي بالتوني ديال الاهلي المصري اييه اش كانت هضره على الاهلي انا اخويا شوف الصراحه انا ما هضر معايا حتى شي واحد فهمتي خرجات هضره وهذه وهذه ولكن انا ما اتصل بيا حتى شي ما قال لي حتى ماذا يمكن عيطوا المانجر ديالي وهذا ولكن انا ما في خباري والو فهمتي خير في مختار ندير والو انا دابا فهمتي ما دابا كورونا وهادشي فين هذا دابا كلشي واقف دابا هاد الساعه كلشي واقف غير التصويره اكثر منا حنايا اخويا وهي التصويره خرجت شحال هادي قبل من كورونا دابا راه كلشي واقف دابا بور لو مومون دابا حنا اهم حاجه عندنا في هاد البيريود هو التحلي بالصبر التحلي بالامل والقول ان القادم سيكون افضل ان شاء الله هاد اللايف داز مع السي محمد النهيري والله ما حسينا به راه ضربنا معلم ويا ساعتين شحال تقول ساعتين وعشر دقائق يا سلام ما تخاف شوف بروفيسيونيل انا راه حاسب معلم اخويا بينو واش تي اخويا اخويا رضا اللي ديطاي راه مهمين في الحياه داكشي الصغير كيعطيك من الدوزه معلم لي بلو بوتي ديطاي فون لا بلو غران ديفيرونس هادشي اللي كاين تفاصيل صغيره هما اللي كيديروا الفرق الكبير يا سلام وكما قال الشاعر وكما قال الشاعر مرمرة وكما قال الشاعر مرمرة يلي غادي الجديدة اديني معاك وراه دابا هادشي علاش غنرجع لك دابا اللعابة ديال ليكيب ناسيونال كيلعبوا في الاوروب حيت عندهم لي ديتاي عندهم داك الشيء الصغير حنا باقي ما عندناش يلا دابا روكي هو اللي عنده داك الشيء الصغير وبلاتي يا روكي وبلاتي دابا الدراري ديال الدراري ديال لا لا روكي روكي هادشي اللي كتقول فيه صحيح واخا روكي هادشي اللي كتقول فيه صحيح ولكن الدراري ديال ليكيب ناسيونال اللي في الاوروب ويكذبني نبيل زيران حتى هو ضاربين الطون عند عبد الرحيم اللي حدا تيران ديال ويدا البراجة وراه شوف راه ما تنساش راه راه الدراري ديال ليكيب ناسيونال راه تما راه دوزو راه تما دوزو احياء شعبيه على برا مثلا بن عطيه كتلقى ديك واش هما واش هما الطون واش هما مول الطون اللي حدا تيران ديال الوداد والدراجه عرفتي عبد الرحيم والكروخه ولكن ديرار يجي يضربوا في حدا سميتو لا لا ديرار هذاك مازال هذاك يجي هذاك ولد كازا صاحبي هذا فهمتي هذاك بالعكس هذاك المره الجايه ان شاء الله منين يجي تتفاني هاد كورونا ترى نمشيو نضربوا شي سندويتش انا وياه هذاك الشيء ديال خانز وبنينه معلم يا سلام ضربتي داك الطون الطون اللي حدا التيران حتى انا دابا شوف اي حاجه تخيل لك في دماغك درتها ودابا هضر معايا انا على الطون اللي حدا التيران ديال الوداد نوصل لك واحد حاجه وخصهم يعرفوها الجماهير الوداديه بان النهير راه من الصغر ديالو هو فحال هكا فهمتي شنو بغيت نقول من الصغر ديالو وانا كنضحك وانا ما كنخافش ولكن دابا اسمع حيت ملي كان جيبي خاوي ما كنتش كنخاف ودابا ملي عامر غنخاف علاش غنخاف دابا فهمتي شنو بغيت نقول لك يعني انا من الصغر ديالي وانا كن انا فحال هكا زين ضحك زياده وكنت كنخدم يا سلام فهمتي كنخدم
صافي خدمه خدمه ويا سلام ونساليو ونساليو الخدمه نلبس انا وياك نبقاو نعاودو نضحكو حتى نغدا في الصباح. نعاود لك النكت، نعاود لك واحد النكته واعره، واحد النكته سير تفضل. قال لك هذا، قال لك هذا واحد المغربي خرج يشد الطاكسي، واقف في حركه في الشانطي بغى يشد الطاكسي، ويدوز عليه واحد مور الطاكسي داز وفاتو هذاك مور الطاكسي، هو يضرب عليه، هو رجع مارش ريال عنده، وداك خونا هو يقول لي خويا واش دابا هاد مارش ريال تحسب عليا؟ قال لي لا، قال لي وديني مارش ريال للدار لحظتي. علاش دابا حيت حنا المغاربه باغيين كلشي فابور. شوف اللي بغيتي توصل ليه خاصك تخدم ضرب تماره صبر وربي والله. نعاود لك واحد الواحد، واحد المعكس، واحد خاينه زيد هذا واحد المعكس قتلوه، جاو البوليس كيقلبوا شكون اللي قتلو، شكون اللي قتلو، شكون اللي قتلو، والو ما عرفوش شكون اللي قتلو. جاو الناس هزوه بغاو يدوه يدفنوه، قبر في حاله هكا، كيخشيو ليه راسو كيطلعوا ليه رجليه، كيخشيو ليه رجليه كيطلع ليه راسو، كيعاودوا يوركوا ليه على راسو كيطلعوا رجليه، كيوركوا ليه على رجليه كيطلع راسو، وينقز واحد من هذوك خونا اللي دفنوه ويقول لهم وراه معكس ود الحرام هادشي علاش قتلته. قرب بلاصه هذا راه القبر، حتى القبر هو معكس فيه، قرب بلاصه قرب بلاصه وما كنقلبوا عليه. شوف دالي عكس لينا امور. مرحبا شوف شي والله نقول لك واحد الحاجه، الشيء اللي مرضي الوالدين حيت وحق الله يتحيد عليهم. شي انا ملي انا شاري الوالده واحد بارتمان ب 100 مليون وحق الله شاريها ليها، كنبغي نخرج من الدار، اسمع كنبغي نخرج من الدار كتقول لي الله يسخر الله يسخر، عرفتي شنو كتقول لي؟ والله حتى تسمع هذه، كنكون خارج من الدار كتقول لي سير وليدي الله يغلبك عليهم، كندور كنقول لها الواليده شكون هادو؟ هادوك اسير، كتقول لي صافي اسير. شوف راه ملي كدعي معاك الوالده صافي راه هذا هو المهم. شوف راه هذا الشيء علاش الناهيري كيكون تحت وكل شيء والضغط والناهيري، الناهيري حتى كيخرج لي مع عاوتاني شي بيت ما كاينش. لان ربي كبير ومرضي الوالدين، ولكن مال هذيك، هذيك راه رضاك الوالدين، فهمتي؟ بيان سير طاب يكون عندك طابع فين ما مشيتي. صافي شوف خويا الله يمتعك برضا اولا، والله يرضي على هاد الناس اللي معنا كاملين، والله ينجينا في هاد الازمه هذه ونخرجوا منها سالمين ان شاء الله في اقرب الاجل، ونشوفوا ان شاء الله بلادنا بخير وعلى خير، ونشوفكم كلكم سالمين ان شاء الله. كنشكروا كاع اللعابه اللي كيلعبوا دابا ولا اللي قدام وكل شيء، كنشكروهم وكنتمنوا ليهم غير الخير صراحه، كل شيء المغاربه كاملين الله يسهل عليهم، وان شاء الله نخرجوا من هاد المحنه هذه ونرجعوا ان شاء الله لحاجه جديده، ونرجعوا للضحك ونرجعوا هادو، واللي عنده شي خدمه يمشي ليها، واللي ما عندوش الله يجيب ليه، واللي بغى يتفرج فينا مرحبا به، واللي ما بغاش يتفرج فينا مرحبا به، ما كاينش مرحبا به حتى هو، مرحبا به حتى هو، ما كاينش معلم اولا. ونرجعوا ان شاء الله اهم الرساله اللي عندي للجماهير ديال الوداد وديال الرجاء، هي ان المره الجايه من يكون ماتش ديال الوداد والرجاء نتفرجوا بروح رياضية بابتسامة عريضة، واللي ربح مزيان يربح، اللي مزيان يربح، اللي ربح كبيرة، الراجة فرقة كبيرة، كل شيء كل شيء الله يسهل عليه ومرحبا، واللي دخل التيران راه كيدير خدمته، واللي مزيان هو اللي يربح، هذا الشيء اللي كاين. صافي صلاة على النبي، وتختار الروح الرياضية بيناتنا، ما نتسابوا ما نتعايروا ما نتعايبوا، ربحتي غنصفق عليك، ربحت غتصفق عليا، وهي دايره وحنا خوت. داكشي اللي كاين، داكشي اللي انا راه كنشوف واحد الكومونتير ما فهمتوش، هو ديال مازاكو، ما معنى مازاكو؟ مازاكو خويا مع كيعرفوني كنقول جديده، كنمشي نتريني في مازاكو وهذا، كنخرج نشرب قهيوه، نعم سيدي فهمتيني، راك عارف انا ما عزيز عليا اللباس، ندير ريحه زوينه وداكشي فهمتي. بوكس لي شافني واحد الودادي، شافني واحد الودادي تصورت معاه، بقيت كنضحك انا ويا خويا ناهيري، هادي هادشي قبال ما تجي روكي ومازاكو داكشي. اه هذيك هو يقول لي عزيز عليك مازاكو، وبقات مشاو قالوا اه هي الفيلم ديالها. واحد شويه دخلت للتيران كنسمع الودادين مازاكو مازاكو، ما انا عزاز عليا كندخل التيران كنبغى يمشي غنشوف هذيك ديال السيره معلم، وتهز ليا معلم في دونور وهذيك
واحنا دابا جالسين، دابا حنا جالسين ما كنخدموا ما والو دابا معلم. وياه خدام دابا، خدام الطبيب، خدام اللي عنده فورماسيان، والنايره هو جالس معلم كيف، وخدام البوليس، خدام البوليس الله يخليهم لينا، دايرين واحد الخدمه كبيره معلم. فعلا وخدام وخدام سيدنا الله ينصره، الله ينصر فعلا. شوف وحنا دابا الخدمه اللي خاصنا نديروها الخوت، الا كانوا هاد الناس خدامين ومضحيين بحياتهم ومضحيين على وليداتهم ومضحيين على قبلنا حنا، لان هادو خارجين ما عارفينش راسهم واش غادي يرجعوا لدارهم ولا لا. لان شحال ديال رجال الامن وقع فيها الحال بزاف فاش سمعتها، شحال ديال رجال الامن تصابوا بكورونا حتى هما، وشحال ديال الاطباء تصابوا بكورونا حتى هما. وهما كيطلبوا منا حاجه واحده، الدراري نبقاو في ديورنا نجلسوا نتابعوا التعليمات. الله يخليكم، هادشي راه ماشي ضحك، راه اليوم 3209، راه هادي 15 يوم كنا كنهضروا على 200، هادي شهرين كنا كنهضروا على 10، ومن ذاك الوقت حنا كنقول لكم عباد الله راه ماشي ضحك، راه ماتوا 145 واحد. هاد 145 واحد راه ما ماتوش في مدغشقر، راه ماتوا هنا في المغرب هنا وماتوا بكورونا. فالله يرحم لكم الوالدين، بقاو في ديوركم، راه هذا الشيء غيدوز ان شاء الله. دابا دابا اخويا غنقاطعك اخويا رضا، اللي بغيت نوصل للناس اللي دابا متبعين هذا اللايف هذا، بان الا ما جلسناش دابا غير غنعطلوا ريوسنا، فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ دابا ما خرجناش دابا واحد، دابا كون ما خرجناش واحد 20 يوم ولا واحد 25 يوم كون دابا خارجين فعلا، ولكن غير ما حد الناس باقي كتخرج وما كيزيدوا فينا، زيد حتى ل 20 في شهر، 20 في شهر 5، برافو عليك. نجلسوا باش ما نعطلوش ريوسنا. شوف باش باش الناس هنا، باش الناس هنا ما ياخذوش الامور. شوف والله اخويا، والله اخويا رضا تعينا، ولكن ما عندنا من كاملين عينا والله العظيم. ولكن نخلصوا نصبروا ندوزوا هذا رمضان، انا ما كراش ندوز دابا في دوزام ولا ديك الاولى بقى نضحك فيهم ندير شي سكيت شي لعيبه. ها دوزني عرفتي انا ومن 15 يوم محمد الناهيري، و15 يوم الثانيه زكريا حدريه في كوتش مونت. الله يتقد توحشتوا داك بصوت الوالدين واحد، الله يتوحشتوا والله. وتشي والله العظيم اخويا، خويا رضا دوزني انا 15 يوم الاولى و15 يوم الثانيه زكريا حدريه، غتبقى تضحك انت، تفطر تضحك، تصلي الفجر تضحك، قاعد تضحك. شوف شوف ومن تجي كوره تلقاني عاوتاني لابس توني وصبار ولا معلم. شوف انا خصني نقول واحد القضيه، خصني نقول واحد القضيه للناس اللي معانا في يوهان، اللي بدات فيها لاشين، اللي بدات فيها، اللي بدات فيها كورونا، بدات في شهر واحد، طبقوا الحجر الصحي في شهر واحد، دابا راه وصلوا لشهر خمسة، يعني خمس شهور. دونك دابا بالنسبة لينا حنا بدا الحجر في شهر ثلاثة، دونك إذا ما الناس ما 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 ما, ما احترموش التعليمات، راه هذا الحجر يقدر يمشي حتى شهر، حتى شهر تسعة. يقدر يمشي فهمتي، راه ماشي كنقول بان واش نقول بان راه غادي يمشي ولا شي حاجه، حنا كنتمناو ان قبل من 20 ماي يقول لك خويا صافي راه تبقى والو، ما بقات عندنا حتى حاله، يمكننا نسترجعوا حياتنا عادي. ولكن جوسكا بخيزا على الاكتوال اللي كنهضروا، مازال في كل نهار كيتزادوا حالات، راه كل نهار كيدو ريسك ان الحاجه راه يتمد. دونك الله يخليكم باش هاد الحالات ما يتزادوش، نبقاو في ديورنا ونحترموا التعليمات، وربي ان شاء الله غادي يمشي لنا هاد المصيبه. روكي خويا والله ما سخيت فيك، والله ما انا سخي. شوف انا والله العظيم شتي كون كنت انا واقف في هذا الحجر الصحي، والله خويا تا الله يتقول لي الله يعطينا شي عام اخر تقعد تضحك. لا خويا لا اش من عام اخر، لا خلينا نضحكوا في التليفون ونخرجوا. لا خويا بالعكس، حنا بغينا نخرجوا ونشربوا قهوه ونضحكوا ونتلاقاو فيزيك مون، صبروا ان شاء الله غادي ندوزوا. غايحيد هذا الحجر الصحي مع اللي ما تبقى تلعب لا ربع وحد مع العصبه. يا سلام فين غتسالي؟ اقول فين غتسالي؟ وتشوف الدريب عاوتاني انت هذاك اللعبه ديال انت تضرب من اليمين ولا تضرب من اليسار؟ تفرج انت. لا انا نضرب من اليمين. شوف خويا رضا الكوفرات ديال لاكوش غنعطيهم لك، الكوفرات ديال لادغوات راه نضارب معاك معلم. شتي ساهل، شتي غتبان لك جهه لادغوات اللي غنبغوا فيها بلاكوش راه هي الجهه ديال اليمين هي عندك. مرحبا مرحبا سخر. اوكي تهلا ليا في راسك حبيبي نهار كبير، وشكرا للمشاهدين والله يسهل عليكم من هنا. هيا نهضروك يا معلم، هيا بارك الله على روكي. تهلا ليا في راسك مغرب، ديما مغرب وديما وداد من الاخر. ان شاء الله ان شاء الله، ربي كبير ربي كبير روكي، الله يسهل علينا. الله يحفظك خويا، تهلا ليا في راسك. اسمعني السلام عليكم، بارك الله عليك.
سمح من النهيري لاعب كبير ديال فريق الوداد البيضاوي والمنتخب المغربي، كنتمنى له التوفيق ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله اننا نشوفه في الايام المقبله، نشوفه الاعداد كتنقص. اللي بغيت نقوله بالنسبه اللي كنعاودو نرجعو على رساله الامل، حتى اللايف مع السي نهيري كان لايف زوين، لاننا هضرنا على المسيره ديالو، كيفاش توصل من جديده فتح الرباطي الوداد البيضاوي المنتخب، ودائما كاينه الكلمه ديال الخدمه 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 والصبر. اهم حاجه اننا خصنا نخدمو وخصنا نصبرو في هذه الفتره. هذه الخدمه اللي خصنا نديرو بسيطه، هو اننا نلتزم بالتعليمات، نبقاو في ديورنا، ونحاولوا نستافدوا هذه الفتره بالمسائل الايجابيه اللي عندنا. كاين عندنا بزاف ديال المسائل الايجابيه، كاين عندنا بزاف ديال المسائل الايجابيه في حياتنا، في هذه الفتره هذه نستافدوا منها. ربي كبير، ان شاء الله نخرجوا من هذه المحنه، وان شاء الله سننتصر. ولكن باش نقدروا، وانا كنتمنى تكون نقول لكم في القريب العاجل هذا الخبر، ان لقد انتهى الحجر الصحي وغدا يمكن لكم تخرجوا. نقدر نقول لكم ان اليوم موريتانيا اعلنت انها اصبحت دولة خالية من كورونا، صفر حالة. والله انا فرحت لموريتانيا، فرحت لصحابي اللي كاينين موريتانيا ولا اي شيء تما. سي فري الحالات ما كانوش كثار في موريتانيا، ولكن طبقوا التعليمات بحذافيرها والحمد لله خرجوا من الكورونا. انا كنتمنى اننا ان شاء الله في يوم قريب عند الله، تحجم بعيد عند الله، تحجم بعيد عند الله، خصنا غير نامنوا بالله ونقولوا يا ربي. ان الله ان اراد من امر ان يكون يقول ان اراد ان يقول الامر يكون فيكون. صافي، كنتمنى ان شاء الله اننا في يوم من الأيام نقدر نقول لكم قريبا تم تسجيل صفر حالة، وقد تم شفاء جميع الحالات، ويمكننا أن نعود لحياتنا اليومية. في انتظار ذاك اليوم، تابعوا التعليمات، وبقوا في ديورنا، وبقوا متشبتين بالأمل، وبقوا متشبتين بالإيمان بالله عز وجل. رسالة الأمل ديال اليوم سالت، رسالة الأمل ديال غدا إن شاء الله غتكون مع السي زهير في الدار. الله يصبحكم على خير، والله ينجيكم والله ينجيها. تبارك الله عليكم.